حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد رضا منفردي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة شؤون الشباب بالمجلس. أهلا بك في نشرة الثالثة. بداية، هل تحدثنا عن جهود مملكة البحرين في دعم القطاع الشبابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، شاكرين لكم على هذه الاستضافة في تلفزيون البحرين. يسرني أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة العيد الوطني المجيد والذكرى 25 لتولي جلالته مقاليد الحب في المملكة. إنها مناسبة عزيزة نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز الإنجازات الوطنية العظيمة التي تحققها في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، والتي شملت كافة أوجه التنمية المستدامة والتقدم على مختلف الصعد. ولا شك أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة التعاون الوثيق والمثمر بين جميع مؤسسات الدولة الرسمية، والذي يعكس التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يؤكد للعالم نجاح مشروع الإصلاحي الذي أرسى دعامة جلالته من خلال ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز التعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع ضمن إطار دولة المؤسسات والقانون التي نفتخر بالتعايش في ظلالها. نعم، إذن تفضل. طبعا في هذه المناسبة الغاية لا يسعنا إلا أن نثني على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة بالشباب باعتبارهم عماد المستقبل من خلال الاستثمار في طاقاتهم وإمكاناتهم في كافة الجوانب العلمية والثقافية، وإشراكهم في صنع القرار وتحمل المسؤولية. ونفتخر بالدور البارز الذي يقيم به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في تعزيز مكانة الشباب وتطوير قدراتهم، كما نشيد بالدعم والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. نعم. بما يعكس التزام القيادة الرشيدة بتطوير قطاع الشباب والرياضة. في النهاية لا يسعني أن نسأل الله أن يديم على مملكتنا الغالية الأمن والأمان تحت قيادة جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن تستمر مسيرة التقدم والازدهار بما فيه خير للوطن والمواطن. نعم، إذا سعادة السيد رضا منفردي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة شؤون الشباب بالمجلس، شكرا جزيلا لك.